اليوم أنا حريص أني أكون موجود في وسط بناتي وعيالي وإخواني الطلبة. أول شيء يحسسني أني بعدني أنا صغير. ثانيا يؤكد أو نؤكد عنصر رئيسي جدا وهو تبني وأخذ هذا المنتج من العلم الذي جاهز أن يدخل في سوق العمل على جميع أصعدة، سواء كان سوق عمل حكومي أو سوق عمل قطاع خاص. يعني مهم جدا كذلك توائم مخرجات التعليم من الطلبة وسوق العمل، والأحرى صراحة أن سوق العمل يكون قريب جدا من المدارس ويملي احتياجه للمستقبل من وظائف مستقبلية يتطلبها سوق العمل. فاليوم دائرة الطاقة مشاركة في هذا لخلق نوع من الرغبة أمام الطالب أن في بيكون إن شاء الله مجال مفتوح أمامهم بجميع ما يحتاجونه من تخصصات. فأتمنى لهم التوفيق أخواني وخواتي، وأتمنى لهم إن شاء الله النجاح. مهم جدا إدراك أن النجاح يحتاج إلى مثابرة، وأن النجاح يحتاج إلى تضحيات كذلك، وهم أهلا لهذه التضحيات والمثابرة في خدمة بلادهم، ولا حد يعني بيحسدهم على هذا واجبهم خدمة بلادهم ونموها.